تعاون كيف شايف أداءه اليوم فوزه والاتفاق وقراراته، بس بعجالة ترى الوقت ضيق. أنا عارف أبو بدر، زي ما قلنا أمس أن المدرب جوميز كان يلعب على أخطاء الاتفاق، الاتفاق لم يقدم ما يشفع له في البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم مع المدرب. قرار إقالته كانت قبل المباراة أبو بدر، احنا شفنا المدرب كيف كان يلعب بطريقة فنية سيئة لما يلعب بالكويك بيوسبيعي أطراف يخلي عمق الاتفاق فاضي، اليوم اخرج هزاع الهزاع وكانت النتيجه 1-0، الاتفاق لا يوجد عنده لاعب غير هزاع الهزاع وتخرجه في دقيقه حوالي تقريبا 60. اليوم المدرب اخرج، انا بعرج على كلام الاستاذ حاتم المسحل اللي بصراحه اعجبني خروجه في هذا الوقت وكان خروج شجاع. الكابتن سعد الشهري مدرب اولمبي الاتفاق متواجد باستمرار، والكابتن سمير هلال كذلك اللي حضر معسكر تركيا وحضر دوره تبوك وهو عضو في اللجنه الفنيه. انا كنت اتوقع واتمنى وجود الثنائي هذا في تدريب الاتفاق الوقت الحالي، انا اتمنى الدعم الكابتن سعد الشهري في اختيارات اللاعبين الاجانب، لان اعرف انا الكابتن سعد دائما عنده اختيارات جيده، يعرف الفريق، انضباطي، صاحب كاريزما وانضباطي جيد جدا يا ابو بدر، واتمنى وجود الكابتن سمير الهلال مع الكابتن سعد الشهري في الاتفاق حاليا، لانه هم من يقودون الاتفاق. ما في وقت انك تجيب مدرب جديد في الفتره الحاليه. يعطيك العافيه، انتهى وقتي، شكرا لك عبد الله المسند. شكرا يا ابو بدر. حبيب قلبي تسلم، لا تنسى مشوار النعيريه ترى مو ناسيك ها؟ كل ما شفتك بذكرك. بعد اسبوعين ان شاء الله. طيب بس عشان تلبس ثوب شتوي. لا بجيب فروه شتوي، ثوب شتوي يبي لنا شرابات ومصايب وبيجامات انجليزيه. يعطيك العافيه يا موسى. عسى الله يجيب الامطار بس.